اعطونا 30 ثانية يا شباب، اعطيني لونج كذا جميل جدا يا عم اباضة، واعطيني كذا بس ضبابية جميلة. خلونا نتعرف انا وياكم في خلال 30 ثانية هذه من الاسماء اللي بتكون معنا البرايم ومن الاسماء اللي بترجع للقرية. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا ومرة أخرى عشان نعرف أنا وياكم يا ليت الشباب يلتزمون الصمت، بس إذا تسمحوا لي يا إخوان أنا بطلبكم المرة ذي إذا ممكن يعني تسمحون أنكم تخلون الليلة تعدي بشكل سريع جدا. ما شاء الله تبارك الله التطور كان عالي وعظيم جدا في الفقرة وفي فريق الإعداد. محمد رجع الورقة، خلصنا منه عندك شوي ريسبكت يا عيال. ريسبكت الريسبكت موجود بس ريسبكت يعني. ها والله موجود احترام يعني محترم. الف مبروك العوده لاول متسابق للقريه. اعطوني اسمه يا اخوان، خلوني اعرف، خلوني اروح له بنفسي. شباب الصوت في الربيز مش شغال، يعني ترى انا بختار من عقلي من راسي، ترى اختار من بيرجع، ترى اسويها. كفو والله تقول الطول. اول اسم معي عائد للقرية، ويا ليت انا اروح لا ولا بدون ما اروح بدون ما اتعب. اتوقع بعض بيلقطه. الف مبروك للمتسابق اللي احدث ضجه الاسبوع هذا صراحه، واحدث ضجه شويه معي هنا في الستن. اول العائدين للقريه، الف مبروك رجوعك يا سالم جديع. يا سلام الف مبروك بقين الربع. انت فوق شلون؟ بالتوفيق يا حبيبي. يعني كيف يعني شباب؟ مطار حنا؟ يا حول ولا قوة، والله مصيبة، والله أنا تعبت نفسي. ترانزيت ترانزيت. والله أقسم بالله وين توديه؟ يعني كذا في استقبال وفي كذا. إيه ترانزيت. يلا يستاهلون، يستاهل سالم يستاهلون. أعطوني أسماء بالله الشباب اللي دخل، خلوني أخصم على الشباب الموجودين. طيب ثاني اسم معي. عائد للقرية. الصوت يا اخوان شويه في الاعداد. الف مبروك للعائد الاخر. خلوني بس ارجع اذكر نفسي واياكم في سعود علوش وعبد الله الحربي اللي كانوا مرحلين بشكل مباشر من ترك الدوسري للبرايم. ومتبقي من هذه المرحله اربع اسماء، والان عندنا كم؟ سبع اسماء، وانا غشيم في الرياضيات بس اعتقد الشيء هذا سبع اسماء، يعني من خلالهم بيرجعون ثلاثة وثلاثة بيترحلون. أنا في اسم يا ليت تعطيني إياه يا أباضة، أبغى أحط عليه الكام عشان أشوف، لأن أكثر اسم ماخذ الوضع بجدية اليوم وعاجبني بشكل كبير. عبد الواحد أرحب. أول مرة تخش معي؟ نعم. وأدرت الفقرة بشكل جميل جدا الحمد لله، واختياراتك كانت صائبة الله يجمل حالك، عرفت اللعبة وأنت مستجد في الفقرة، وأنت عندك عارض صحي. إي والله. رأيك اللي سويته اليوم؟ والله ان شاء الله ان الامور طيبه، ان شاء الله اني قدمت الشيء اللي يرضيني ويرضي الجمهور، يرضي ربي قبل كل شيء، يرضي الله سبحانه وتعالى قبل كل الناس. نعم. طيب الف مبروك، تستاهل، لانك كنت صائب في اختياراتك وكنت جاد في قراراتك. انت ثاني العائدين للقريه، المبروك.
طول اعماق. انا